درس الهيمنة العالمية الولايات المتحدة الأمريكية مثالا. الآن هذه الصور تدل على أحداث 11 أيلول وتدمير برجي التجارة العالميتين. كيف استغلت الولايات المتحدة هذه الأحداث للسيطرة على العالم ككل؟ ونشوف كيف استغلتها. الآن تم تدمير برجي التجارة 11 أيلول 2001. عندما تم تدميرها بدأت الولايات المتحدة تتحلل من التزاماتها على وبدأ وفرض أولوياتها على العالم. بدأت تتحلل من التزاماتها من جميع المؤسسات جميع القوانين وتفرض ما هي تريد على العالم. فنجد أنها رفعت شعار اللي هو محاربة الإرهاب، وبدأت تتدخل في شؤون أي دولة وخاصة التي تقع تحت دائرة اهتمامها. إذن هي اهتمت بالعراق أو هناك شيء في العراق، إذن بدأت تتدخل فيها، ويجب على كل دولة أن تعلن أنها ضد الإرهاب اللي هو الشعار اللي رفعته. وبدأت تجبر الدول أن تعيد النظر في المناهج في معاملاتها المالية، وتوجه هذه الدول سياستها بما لا يتعارض مع السياسة الأمريكية. إذن استغلت الولايات المتحدة أحداث 11 أيلول وبدأت تتحلل من التزاماتها وتفرض ما تريد أولوياتها، ورفعت شعار محاربة الإرهاب لتتدخل في أي دولة تحت طائلتها، ويجب على هذه الدول أن تعلن أنها ضد الإرهاب. فبدأت تتدخل في الدول في المناهج المعاملات المالية الإعلام، ويجب على الدولة ألا تتعارض سياستها مع السياسة الأمريكية. وأصبحت تتدخل في الدول زي ما شفنا اللي هي احتلت أفغانستان في 2001 والعراق في 2003. إذن هان بدأت تفرض هيمنتها على العالم وسيطرتها بعد أحداث 11 أيلول. نكمل المعارضات. هناك العديد من الدول التي رفضت الهيمنة الأمريكية ككندا التي أبعدت الثقافة الإعلامية الأمريكية وفرضت عليها تبادل تجاري حر فقط. يعني العلاقة بين كندا وأمريكا تبادل تجاري وإبعاد الثقافة الأمريكية عن كندا. أيضا فرنسا نفس الشيء، أبعدت الثقافة الفرنسية عن التأثير الأمريكي. يعني علاقتهم علاقة محددة، لكن تأثير أمريكا بعيد عن ثقافة فرنسا. نكمل. أيضا في عندي العالم كله بدأ يندد بسياسة أمريكا عندما احتلت العراق في 2003، منها فلسطين، مصر، فرنسا، إسبانيا، الدنمارك، ورأوا أنه رفض سياسة أمريكا أمر ممكن. الأزمة السورية، فهناك حدث خلاف ما بين روسيا والولايات المتحدة في الأزمة السورية في 2011، والتنتين منافسات لبعض. الرفض الصيني للهيمنة الأمريكية الاقتصادية في كوريا الشمالية، في إيران، والملف النووي، البرازيل وفنزويلا، وقضايا النفط، جميعها كانت ترفض السياسة الأمريكية. إذن كندا استبعدت ثقافتها، فرنسا استبعدت أيضا ثقافتها، كندا فرضت تبادل تجاري فقط. عندما احتلت العراق مصر اعترضت، فلسطين اعترضت، الدنمارك اعترضت، استراليا اعترضت. إذن في مناطق كثيرة اعترضت على احتلال العراق. روسيا كان بينها وبين الولايات المتحدة تنافس على أزمة سوريا. يمكنكم الصين وملفها، إيران وملفها النووي، البرازيل وفنزويلا، والمشاكل مع والعلاقات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وبهيك أنهينا درس الهيمنة الأمريكية أو الهيمنة العالمية، الولايات المتحدة مثال على ذلك.